السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ورجعنا لكم تاني فيديو جديد وحلقه جديده ولعبه كمان جديده، لعبه سباق العجل المجنون. لعبه جامده خرافيه نازله من فتره، بس ما لحقناش نجربها في الفتره اللي نزلت فيها، فقلنا نجربها دلوقتي. اللعبه الصراحه فيديوهاتها مكسره الدنيا وهي اصلا جامده جدا، فخلينا نكتشف اللعبه دي مع بعض او المغامره دي مع بعض. بس قبل ما نعمل كده ما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، ولو الفيديو ده كمان عجبك ما تنساش تعملنا بلايك كومنت وشيركة الفيديو عشان نوصل لاكبر عدد من الناس. وخلينا نبدا. وغالبا اللي واقف معانا ده حاطط سندات على العجله بتاعته. يا عم انت روح اتعلم السؤال الاول وتعالى العب. وخلينا نبدا حلقتنا، ليتس جو. طب يا شباب، معانا الماب الخرافي ده، ماب ماين كرافت. ماب ماين كرافت جوه اللعبه دي الصراحه الماب خرافي. بص الواد بيغش، الواد شايفينه قدام مشي من طريق مختصر تقريبا، يعني طريق الواد ده بيغش يا جماعه، لازم نعاقبه. طيب المفروض ان احنا نحاول نوصل للنهايه في اسرع وقت ممكن، ماشي، وبدون ما يعني نحاول نتحدى الصعوبات اللي هتقابلنا. الصعوبات اللي هتقابلنا كتير جدا، فخلينا نكتشف دي مع بعض. يلا بينا يلا بينا وانطلقنا. ماشي، عندنا اول واحده. اوبا، زي كده لازم نحاول نتخطى السلم ده. السلم ده هنتخطاه. بص ابن اللذينه خلينا كده ننزل ورا. هل ينفع اصلا؟ اوبا، لا لا لا، حركه حلوه بس ما ظبطتش معانا قوي. خلينا نحاول نتخطى السلم بقى بدون غش. اي بلعنا. اللعبة أصعب مما تتخيل، مش سهلة خالص. أوبا، لا لا لا، كان لازم ننط. ما نطش الباشا ما نطش. أوبا، عديناها. وقف، عديناها وقعنا. لازم بعد ما نعديها نقف عشان نشوف اللي بعده إيه. أيوه، وقف، هدي. اوكي، لازم نطلع من على الخشب دي تقريبا. اوكي، نروح فين بقى؟ هو ده الفينش كده ولا ايه؟ ما تهزرش معايا. لا، مش اعتقد انه مش الفينش. بس فين الفينش؟ طيب لو ده مش الفينش، فين الفينش؟ هو الفينش يا جماعه. لا، احنا سرعة جدا، صح؟ سرعة جدا. او هو الماب صغير بس لذيذ، يعني في فكرة ان انت تغش عادي يعني. لا، لازم نلعب ماب غير ده. هو الماب الصراحة حلو وعجبني جدا. ايوه، ما نقعش. لا، حرام عليك، ما وقعتش. طب يا جماعه، رجعنا لكم بماب جديد لسه ما اعرفش فيه اي حاجه. طبعا الماب التاني ده كنا فهمنا اصلا القصه ماشيه فيه ازاي، بس الماب ده ما تفهمش بقى منين ماشي على فين. بس اعتقد من هنا الطريق. خلينا نبدا على طول، خلينا بس نبقى مستعدين لاي حاجه. بابا، يا لهوي، يا نهار ابيض. اوبا، لا، مش عايزين نقع. اوكي، هنعيد من الاول. بس جامد. يلا، سريع جدا. وهوبا، والنطه الجميله بتاعتنا. ومره كمان هوبا، واديها النطه الجميله. اوكي، وقف. اوكي، خدنا تشيك بوينت تقريبا، مش تشيك اوت. اوكي، فعلا خدنا تشيك بوينت. اوبا، لا، لازم ناخد بالنا من النطة. لا، انت بتلف فين يا باشا؟ لا، مش عايز انط. نطيت والله. لا، دي هتتعبنا شوية. اوبا، يا نهار ابيض. معلش بقى يا جماعه، متحمس زياده عن اللزوم. لا، نطيت.
حرام عليك، النط فيها بياخد وقت كبير جدا. لا انا نطيت والله، انا نطيت تقريبا، الواد سحبنا معايا ولا حاجه. بص بص، ما رضيتش تنط والله، ما رضيتش تنط. لما الواد بيجي عندي ما بترضاش تنط. لا بص، هو خد تشيك بوينت بقى من قدام، خد تشيك بوينت من قدام. احنا عايزين نعمل زيه كده. لا مش هينفع، مش هينفع. لا بعد ما وصلت، خلاص خلاص بعد ما وصلت. شباب عايزين نعرف التشيك بوينت منين. طالما هي لفت منك خلاص انت هتقع، فحبذا لو ترجع من الاول احسن. اهدى اهدى بقى هنا. اهدى اهدى، عايزين التشيك بوينت والنبي. تشيك بوينت بقى، تشيك بوينت جميل، تشيك بوينت جميل، تشيك بوينت حلو 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 حلو. في تشيك بوينت تاني. اوكي 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 اوكي، حلو 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 حلو. خايف، انا خايف، كنت حاسس ان انا هقع اصلا، لان هنا الكاميرا ما بتظبطش معاك زي ما انت عايز، دي بتلف بعد ما بتوصل انت للطريق. حلو حتى الان حلو. هقع صح؟ اوكي هقع فعلا فعلا. بص بقى، لازم نركز في الحته اللي جايه دي عشان ما نوقعش. احنا المفروض بالظبط، المفروض نحاول ان احنا ما ننطش اصلا، لان النطه هتدينا دفع لورا واحنا عايزين نطلع لقدام كده يعني. بص ايوه، خليك على هادي يا زبالي كده. ايوه حلو حلو، منحدر منحدر قدامنا. اوكي لازم نبقى هاديين، لازم نبقى هاديين اقصى حاجه ممكنه، والا هنلبس. تشيك بوينت صح. اوكي اوكي، سرعة بقى سرعة بقى، انطلق بقى انطلق بقى. يا نهار ابيض، ما اعرفش انا رايح فين. اوكي يا نهار ابيض، فهمت القصة ماشية ازاي، فهمت القصة ماشية ازاي. اوكي خلينا كده نحاول نعملها تاني. اوكي بقى سريع سريع سريع، المفروض ان احنا نحاول نمشي مع الاخضر الازرق او الاحمر ونمشي على الزوايا بتاعتهم، لان هو هتطلق مربعات كده تبعهم، بس دي مش حاجه سهله اصلا. خلينا كده نجرب دي. اوكي المفروض ما نلمس ده، المفروض ان احنا نحاول ان احنا ما نلمس ده او ان احنا نتشعلق في التاني. خلينا كده نجرب ان احنا ننزل من تحت اصلا. وصلنا 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 وصلنا. اهدى بقى اهدى اهدى، كنا المفروض ندوس على الكور، بس الواحد برضو ايه التفكير عنده الاي كيو صفر اصلا، فتلاقي التفكير بيجي متاخر شويتين. بس احنا المفروض لو كنا دوسنا على الكور من الاول كنا وصلنا لهنا. تشيك بوينت بقى، تشيك بوينت لذيذ، تشيك بوينت الحمد لله. كده بقى نلعب براحتنا، مفيش ضغوطات علينا قوي غير غير هنا غير هنا غير هنا. الحمد لله، ما تعرفش عديناها ازاي اصلا. بركة دعاء الوالدين يا شباب، بركة دعاء الوالدين اهم من اي حاجة، اهم من احتراف في اللعب. ليه بقى؟ ليه بقى؟ ممكن واحد محترف يجي قصادك. إيه هو إيه؟ ماشي ماشي. طب انا عايز بس افهم، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هنقع هنقع. هو احنا المفروض المفروض ان الخط الاحمر ده نلمسه مثلا؟ عايزين نرجع لورا، نقدر؟ ما نقدرش ما نقدرش. اخينا ده مشي ولا ايه؟ مشي
نفعت معاه. اوكي هو احنا اصلا ممكن نمشي مع الاحمر. ثواني بس، احنا ممكن نمشي مع اللون صح؟ بالضبط. بس رجعنا تاني. هو نمشي مع اللون. وصلنا. عايزين ناخد تشيك بوينت بقى، نشوف بقى ايه اللي ممكن يخلينا ناخد تشيك بوينت من هنا. معرفش المشكله، معرفش. اكيد انتوا تعرفوا، اكيد انتوا تعرفوا. اوه دوسنا ريسبون غلط، دوسنا ريسبون غلط. وات، رجعنا من ورا خالص يا شباب، رجعنا من ورا خالص. خلينا اوصل لنفس المكان وارجع لكم طيب، عشان ما تشل، هتشل والله. 3 days later. وصلنا لنفس المكان ونفس المعاناة. لسه برضه بنعاني فيها. لا برضه هنعاني. وبعد ما وصلنا، واتحسبت لنا والله. لا هنا مش هتتحسب. انت ممكن تيجي بجنب كده، بص تيجي من هنا بجنب كده، لا وتنط وتمسك فرامل بقى. طيب دلوقتي في طريق من هنا من عند الاخضر ده، معرفش الطريق دي ممكن توصلني لفين، ولا ممكن تعمل فينا ايه اصلا. هل دي طريق اصلا؟ والله هي بص فيها تشيك بوينت تفهمني، وهناك في برضو طريق. لا دي هي دي الطريق، واحنا كنا هنمشي غلط يا شباب تقريبا، كنا هنمشي غلط صح؟ ما تعرفش ايه ده، بس ايه ماشي ماشي. لا 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 ارجع، ارجع بقى، ارجع بقى، ارجع بقى. ايوه اعدل لنا الكاميرا يا باشا، اعدل لنا الكاميرا وحياة ابوك. ايوه لا لا حرام. طب خلينا ننزل كده على هادي. حلو حلو قوي، حلوة دي، بس هنقع صح؟ هنقع انا عارف، مع ان المفروض مكناش نقع يعني، بس ماشي اوكي اوكي. خلينا في الطريق ده، خلينا في الطريق ده. حلو ده وماله، حلو جدا، اديني في اللذيذ. اوبا لا مش عايزين نقع، مش عايزين نقع، مش عايزين نقع. خلينا نروح الناحية التانية، في صخور كده ما تعرفش ليه، وفي طريق، طريق وحيد جدا، مش حلو جدا، مش حلو جدا، مش حلو جدا. الطريق ده مش حلو جدا لانه سريع المفروض. هل هنط؟ 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 يا سلام على الروعة! روعة 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 روعة. يا سلام يا سلام على المتعة واللذاذة، يا سلام. هي دي الطرق يا باشا ولا بلاش؟ تشيك بوينت بقى في السريع والنبي، تشيك بوينت في السريع والنبي، تشيك بوينت، تشيك بوينت. بقول لك بص هنرجع منين يا كافر؟ بس مش مشكلة، حلوة الطريق دي، أنا كنت خايف منها صراحة، كنت خايف منها. خلينا نستعد للنطة الجميلة. أوبا كنا هنوصل، كنا هنوصل، هي الفكرة كده، هي الفكرة كده يا شباب، نفس الفكرة دي، نفس الفكرة دي، وكنا هنوصل فعلا. خلينا نحاول مرة كمان، المابا صعبة جدا، مش عايزين نتخبط في حاجة عشان ناخد سرعتنا كاملة. اوكي شيك بوينت يا شباب، شيك بوينت، شيك بوينت، الحمد لله. ما تعرفش احنا رايحين فين يا ابني، والنبي والنبي ما تعرفش احنا رايحين فين، اللي انا مش شايف حاجة اصلا. حبيبي يا ابني، يا حبيبي يا ابني، معلش معلش. الطريق ايه اللي جاب الطريق ده؟ ايه اللي جاب القلعة جنب البحر؟ ثواني ثواني ثواني. اوبا اوبا، على مهلك على مهلك يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي يا ابني. تشيك بوينت كمان يا شباب، تشيك بوينت كمان. هنقع طبعا، خلاص يا عم احنا اصلا بدأنا تاني. لا 3 days later. بس عرفت الحل يا شباب، عرفت الحل يا شباب. ثواني اعتقد ان انا عرفت الحل.
اعتقد يعني. بالظبط كده، بالظبط كده يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا. اوبا هنلبس، لقد وقعنا في الكمين، لقد وقعنا في الكمين. وبص هنرجع منين، بس مش مشكلة طالما عرفنا الحل. ايوه انزل هنا، انزل هنا، يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا. بص بص بقى الخبرة، بص الخبرة، بص الخبرة، وتيجي في العجلة. ايوه تشيك بوينت بقى والنبي. حاجة حاجة تشيك بوينت، تشيك بوينت. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا ما اعرفش ازاي احنا بنعمل كل ده، بس بالبركة بالبركة. قلت لكم بركة الدعاء الوالدين اهم من احتراف اللعبة نفسها. تشيك بوينت تاني الحمد لله. هو بيقول لك تجامب وانت مش عايز تتجامب خالص. اوكي جامب يا باشا يا باشا يا باشا. لا جامب على مهنك. ايوه زي كده زي كده، بس دي بالصدفه بقى، دي بالصدفه. خلينا نهدي هنا عشان ناخد التشيك بوينت دي، وبعد كده ربنا يسهلها بقى في كل الامور اللي احنا هنعملها. لا ده هنا في نطه. اوكي اوكي احنا هنقع صح؟ اوبا انت بتهزر صح؟ هو ايه اللي ثواني كده، ثواني بس، ثواني ثواني ثواني. عايز اعمل حاجة يعني، ده موجود لسبب ما، ده موجود عشان سبب معين. ايه هو بقى؟ ماشي خلينا بقى نمشي 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 نمشي، نطلع فوق ده ونشوف ايه اللي ممكن يحصل هناك. ايوه لا تجيبني تجيبني يا جزمة. لا بعيدة، ما تفهمش ازاي، والله ما تفهم ازاي ان هي بعيدة. واحد عرق من كل حتة. لا 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 بتهزر، ابسولوتلي انت بتهزر يا باشا، ابسولوتلي انت بتهزر. قلتها لك قبل كده. يا لهوي لا لا حرام حرام، كنا هنوصل للنهاية كنا هنوصل. بس جاية 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 جاية. ماب والله ماب جميل يا شباب، ماب جميل. لازم اي حد منزل اللعبة دي لازم يجرب الماب ده، ماب تحفة. ده لو كنت لسه يعني مجربتوش. ما وصلناش ازاي يا باشا يا باشا، انت بتهزر بتهزر. وصلنا. بص بص في في حتة لو نطيت فيها هتاخد دفعة زيادة. فشلت الخطة، فشلت الخطة. الدفعة الزيادة قال دفعة زيادة. نط في الآخر، نط في الآخر وعيش عيشة أهلك. هوب وصلنا. لا لا حرام حرام. هل في اي طريقه تانية ان احنا نوصل؟ بص هو تقريبا الالوان بتقول لك تنط فين. وصلنا لا حرام. وصلنا وصلنا وصلنا. انا ماليش دعوه، انا وصلت يا شباب، انا وصلت انا وصلت انا وصلت. انا هحسبها ان انا وصلت. هحاول 6 7 8 مرات تاني كده، لو ما نفعش انا وصلت. انتوا شفتوا بنفسكم يعني، هو اللي وقع في اخر حاجه. لا يا شباب لا يا شباب، اخر مره دي اخر محاوله بجد. لو ما نفعتش انا كده عملت اللي عليا وعديتها. انا وصلت انا وصلت في واحده اوريدي.
انا وصلت في واحدة اوريدي، فما هحسبها هحسبها، انا وصلت. هي اللي وقعت، هي اللي بنت غبية. انا لو اخترت شخصية الراجل اصلا من الاول كان احسن. بص بص، هو انا حاولت نط في الاخضر، ماشي، هنشوف الفكرة، هنشوف النظرية. لو فعلا الاخضر ظبطتنا يبقى هي النطة ليها اصلا ميعاد، واحنا اللي بننط مستعجل شوية. ده لو لو، لكن لو ما ظبطتناش هحاول انط في اللون الاخضر. نطيت في الاصفر بس ظبطت، ودي ما ظبطتش. هو انا لما قلت اخر محاوله المقصود بيها ان احنا نوصل لهناك، لو اخر النطه ما جابتنيش خلاص هقفل الفيديو على كده. مش هنوصل اصلا، مش هنوصل اصلا، ويعني معاها عذرها لان انا نطيت مستعجل في دي. هنخبط صح؟ لا خلاص يا شباب، قفل 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 قفل. طب يا شباب، ده كان كل معانا الحلقة النهاردة. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، اتمنى كمان اللعبة تكون عجبتكم، اتمنى كمان ان انتوا تدعموا المقطع ده بلايكات كتير جدا عشان نستمر في ان احنا ننزل مبات اسطورية زي كده وتحديات اسطورية زي كده، ونحاول ان احنا نجيب معانا حد نعمل تحدي بيننا وبينه، بس لو لقينا منكم دعم على الفيديو ده. كمان انت لو مش مشترك في القناة انزل واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوف وشكم على خير في الحلقات الجاية، ومع السلامة.